عاوز اعرف من حضرتك، انا كولي امر ايه اللي انا اختاره في المدرسه لابني؟ دي نقطه مهمه قوي. اول حاجه انا عشان ما اجي اختار المدرسه لابني اشوف انا نمط ابني ايه. احنا صوابع ايدينا مش زي بعضها، صحيح. فانا محتاج مثلا وانا خاصه في مرحله رياض اطفال، لان الولاد هنا بتبقى شخصيتهم لسه اوت اوف كنترول شويه، يعني انا مش هقدر احطه في القالب ده واقول له انت لازم تتكيف معايا. فانا اشوف طفلي حركي، طب انا اشوف مدرسه بتدي بريكس كتير ولا مدرسه بتدي بريك واحد، لانه لو طفل حركي هيتعب جدا لو بيقولوا له انت هتفضل قاعد على طول، هيبقى دايما فايت ما بين المدرسه والبيت. طفل مثلا بيحب الارت او بيحب الموسيقى اكتر اكتر من الحاجات التانية اللي هي الاكاديميه، يبقى انا اشوف حضانه او بنتكلم على الفتره دي بتدي ارت اكتر. طفل مثلا بيحب اللغات، او في اطفال دايما بيبقى عندهم ذكاءات في حاجات مختلفه، فابتدي اشوف المدرسه السيستم التعليمي بتاعها في مرحله رياض اطفال بالذات. طبعا الابتدائي والاعدادي والثانوي هو واحد في معظم المدارس، بس في مرحله الحضانه ورياض اطفال بتختلف على حسب المكان وعلى حسب الانشطه المتابعه فيه. زي مثلا حضانات المونتسوري، حضانات المونتسوري مختلفه تماما عن الحضانات العاديه، لانها بتعتمد على فكره ان الولاد بتعتمد ان هي تعمل انشطه بايديها طول الوقت. فانا مثلا لو لاقيه ان طفلي مش مستعد للكتابه ادور على حضانه بتتبع منهج مثلا زي المونتسوري. واتاكد ازاي؟ عشان دي بقى نقطه مهمه قوي في مصر، حضانات كتير دلوقتي في مصر تحط لفته او يافطه احنا متابعين منهج المونتسوري، تخش الحضانه بادجت عاليه قوي، بس نيجي نبص جوه لان الولاد بتقعد في الفصل العادي جدا طول اليوم، وبيروحوا 45 دقيقه بس للفصل اللي فيه المونتسوري.